تأجيل مباراة مولودية العلمة وشباباتنا. صور نشاهدها، ثلوج غطت أرضية ملعب مسعود زقار، الأرضية كما يعرف الجميع محشوشبة طبيعيا، لذلك يصعب على عمال الملعب إزالة الثلوج. نفس الشيء كان حدث في ملعب 8 ماي 45، لكن الملعب بأرضية صناعية. إدارة الوفاق استطاعت وإدارة الملعب استطاعت أن تزيح الثلوج، لكن هذه المرة طاقم التحكيم قرر تأجيل المباراة إلى موعد الاحتلال في هذه الظروف. هشام، في خطورة على اللاعبين، والفرصة كانت لالتقاط صور تذكارية بالنسبة للاعبين، لأنه مشهد لا يتكرر كثيرا.